مساء الخير. تجدد الاهتمام مرة أخرى بطموحات السعودية النووية بعد ما أصدر الكونغرس الأمريكي تقريرا مهما جدا يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تسريب أو بيع تكنولوجيا نووية أمريكية للرياض سرا وبالمخالفة للقوانين الأمريكية. وبدأ الكونغرس بالفعل تشكيل لجنة في 19 فبراير الجاري للتحقيق في كامل الواقعة اللي استندت فيها تقرير اللجنة على تسريبات من مسؤولين داخل إدارة الرئيس ترامب. القصة دي كلها بتطرح برمتها مجموعة من الأسئلة المهمة. السعودية عاوزة إيه؟ وليه الإدارة الأمريكية ممكن تساعد دولة زي السعودية سرا لشراء تكنولوجيا نووية؟ وإيه اللي مزعل الكونغرس؟ ربما تكون أفضل بداية لفهم القصة كلها إن احنا نفهم القصة من الجانب السعودي. الطموحات السعودية للحصول على تكنولوجيا نووية سلمية وعسكرية ليست سرا، وفي 2011 أعلنت السعودية عن خطة طموحة لبناء 16 مفاعل نووي كبير على مدار 25 سنة، وكان الهدف المعلن إنه اقتصادي بحت، لأنه السعودية وهي يعني أكبر أو ثاني أكبر منتج للبترول بعد الولايات المتحدة مؤخرا بإنتاج بيصل إلى 10 مليون برميل نفط يوميا، بتستهلك التنث أو عشر هذه الكمية للاستهلاك المحلي لسد احتياجات السوق المحلي من تكييفات ومصانع وخلافه، وده استخدام غير رشيد لأنه مصادر الطاقة الأخرى هتبقى أرخص مقارنة بالبترول. بمعنى إنه البترول إذا كان في برميل بترول ثمنه وليكن 100 دولار، إذا تم تحويله إلى صناعات يعني إلى بتروكيميكلز يتضاعف سعره من 100 دولار إلى 1200 دولار لنفس البرميل، وإذا كانت الصناعات دي معقدة ومركبة متقدمة يعني قد يصل سعر البرميل الواحد بعد تصنيعه ل 12000 دولار. وبالتالي السعودية زي باقي دول العالم تريد إن هي تحرر هذه الطاقة الذهب الأسود إلى قيمة مضافة أغلى وأثمن بكثير من مجرد توليد الكهرباء. البديل إن هي تجد طاقة رياح، طاقة شمسية، لكن أيضا طاقة نووية. وده كان ترند موجود عند السعودية وعند الإمارات وعند مصر في نفس الفترة وعند دول أخرى، بس دي الدول اللي بدأت بالفعل. محطة الدبعة، المحطة النووية في الإمارات بداية من 2009، ثم مجموعة المحطات اللي أعلنت السعودية. ده على المستوى السلمي. على المستوى العسكري، السعودية لم تخفي أبدا في إطار عدائها الدائم مع إيران على لسان الملك سلمان وعلى لسان ولي عهده الأمير محمد إنه السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنه إذا إيران بدأت في تصنيع سلاح نووي سوف نبادر أيضا إلى تصنيع سلاح نووي. طبعا عشان هي تعمل سلاح سلمي أو تعمل طاقة نووية سلمية أو عسكرية لابد أن هي ما عندهاش التكنولوجي، لازم هي هتقترب أو هتحاول تتباحث مع الدول اللي تملك هذه التكنولوجيا. في كم دولة بتملك هذه التكنولوجيا؟ 30 دولة في العالم، منها 8 أعلنوا أن هم عندهم قدرات نووية، وفي دولة 9 عندها القدرة لكنها لا تعلن اللي هي إسرائيل. كل الدول دي أو الدول المهمة فيها أبدت اهتمام بأن هي تلبي الطلب السعودي، والسعوديين تواصلوا مع عدد كبير منهم إذا كانوا الروس أو الصينيين، لكن أيضا كان الأمريكان على رأس الدول اللي تواصلت معها الأمريكان. احنا بنتكلم على 16 مفاعل، يعني أكتر من بلد وأكتر من شركة وأكتر من سوق. لكن الحقيقة أن مفاوضات السعوديين على مدار عدة سنوات مع الأمريكان لم تصل إلى نتيجة، لأنها اصطدمت برفض الأمريكان إلى اعتبار أو إلى شرط أساسي مصر عليه. الشرط الأساسي ده أنه على السعوديين زي كل الدول اللي سعت للاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية أن يقبلوا بما يسميه الأمريكان The Gold Standard. الجولد ستاندرد أو الشرط الذهبي المقصود به التخلي عن حق هذه الدولة في تخصيب اليورانيوم، رغم أن هذا التخصيب يكفله القانون الدولي ولا يمنعه.
دولة زي الإمارات وافقت، قالت أنا مش عاوزة إن أنا يكون عندي الحق في تخصيب اليورانيوم، مش مشكلة لأن أنا عندي الهدف سلمي 100%. السعوديين رفضوا رفضا تاما التوقيع على أي التزام لا مع الأمريكان ولا مع أي جهة أخرى بالتنازل عن حقهم في اكتساب القدرة على تخصيب اليورانيوم. مشكلة القدرة على تخصيب اليورانيوم لما أرفضوا يعطي إشارة لهذه الدولة وللمجتمع الدولي أنني عندي طموح وعندي استعداد إلى الانتقال بهذه القدرة. أنا لما أملك القدرة على تخصيب اليورانيوم بمستويات الدنيا يبقى الأغراض السلمية، مادام توفرت لي القدرة والنو هاو يبقى يمكن الانتقال من الاستخدام السلمي إلى الاستخدام العسكري في مرحلة لاحقة، وهذا ما يتحفظ عليه الأمريكان ويرفض القانون الأمريكي. السعوديين واضح أن هم ده كان المفاوضات المعلنة، لكن الواضح أنه كان وراء الكواليس المسألة كانت ماشية في اتجاه تاني خالص. الواضح أن السعوديين واللوب السعودي في الولايات المتحدة كان بيراهن على القادم الجديد إلى البيت الأبيض اللي هو دونالد ترامب، والمفاوضات بدأت معه لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية منذ أن كان مرشحا، يعني لسه في أثناء الحملة الانتخابية. عادة لما بنحاول نحلل قرار دولة أو توجه دولة دايما بنركز على مصالح الدولة دي، يعني الولايات المتحدة هتستفيد ايه، بريطانيا هتستفيد ايه، لكن في عنصر تاني مهم جدا لفهم القرارات وهي النخبة الحاكمة هتستفيد ايه. الولايات المتحدة جايز ما تستفيدش كتير، لكن اللي هيستفيد عدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات اللي ضغطت على القادم الجديد واللي كان مرحب بهذا الضغط لأسباب انتخابية بحتة. نفهم القصة. دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية قطع وعدا انتخابيا بإعادة الحياة إلى صناعة الطاقة النووية اللي موجودة في الولايات المتحدة والتي تعاني كسادا منذ نحو 30 عام بسببين: تشبع السوق الداخلي من ناحية، وكمان القيود المتشددة من وجهة نظرهم من السلطات الأمريكية تجاه تصدير التكنولوجيا النووية، بتفرض شروط كتيرة جدا مقارنة بشروط أقل من منافسين آخرين روس وصينيين ومن كوريا الجنوبية. النتيجة أن هذه الشركات اللي كانت عندها الريادة أصبحت يعني بتعاني من كساد. الشركات دي بمجرد ما أعلنت السعودية عن رغبتها في التوسع في الطاقة النووية وجدت أملا في هذا السوق، وزي ما وصفوا أحد رؤساء الشركات بأنه الإعلان السعودي يمثل صفقة العقد، يعني the deal of the decade، 10 سنوات مش لشركته ولكن لكل صناعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة، لأنه 16 مفاعل دول هيصل تكلفتهم لحوالي 100 مليار دولار، وده رقم مهول جدا، يعني قد صفقة السلاح كلها اللي بيتباهى بيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الشركات التي تقدم هذه التكنولوجيا عملت لوبينج، يعني تجمعت مع بعضها عدد زي شركة بكتيل، جنرال إلكتريك، وشركة سيمنز، ومجموعة أخرى من الشركات، وشركة أخرى كانت أكثرهم نشاطا اسمها IP3، والشركة دي تحديدا مع باقي الشركات كما تصرف في التقرير اشتروا 2 من المقربين جدا من أصدقاء دونالد ترامب: مايكل فلين اللي كان مستشاره للأمن القومي واللي كان أحد دعائم حملته الانتخابية ثم أصبح مستشارا للأمن القومي قبل أن يضطر للاستقالة على خلفية اتهامه بالاتصال بالروس أثناء الحملة الانتخابية. مايكل فلين ومعاه رجل أعمال آخر من أصدقاء ترامب بيعرفه من سنة 85، وبيعرف جيرت كوشنر اللي هو نسيبه اللي هو اللي بيقود عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذا الشخص هو اللي ساعد في إقالة أسرة كوشنر من التعثر من الإفلاس سنة 2010. الاثنين دول أقنعوا المرشح ثم الرئيس الأمريكي كذلك مع الشركة اللي هي IP3 بضرورة إمداد المملكة العربية السعودية بالطاقة النووية، لأن هي مسألة أمن قومي للولايات المتحدة.
ازاي امن قومي للولايات المتحده؟ عرضوا المساله على النحو التالي. اولا، بالاضافه الى الفوائد الجامه جدا ماليا للسوق الامريكي والشركات الامريكيه، وبالإضافة إنك أنت هتبقى قادر على تنفيذ وعد انتخابي وتكسب شريحة ضخمة جدا من العاملين في هذه الشركات ومن رؤساء الشركات اللي هيدعموك في الانتخابات القادمة، أنت كمان هتبقى قادر على إعادة الأمن لمنطقة الشرق الأوسط اللي قد ينهار إذا أنت رفعت إيدك وتمسكت بالضوابط الأمريكية. سوف تسعى السعودية وغيرها من دول المنطقة لمجارات إيران بالحصول على تكنولوجيا نووية، والتكنولوجيا النووية إذا احنا مقدمناهاش هتقدمها الروس، هيقدمها الصينيين، ممكن تقدمها كوريا الشمالية، ممكن تقدمها باكستان، ممكن تقدمها أي دولة أخرى. بس الفرق إذا احنا قدمناها هنكون قادرين على مراقبة ما يجري وضبط الأمور والتأكد أن هذه التكنولوجيا لن تتحول سراً من تكنولوجيا سلمية إلى تكنولوجيا نووية. وعملوا المقترحات دي من خلال ثلاث تقارير، الثلاثة حملوا عنوان The 21st Marshall Plan for the Middle East، خطة مارشال بلان للقرن 21 للشرق الأوسط. وكلمة مارشال بلان يعني قياساً على خطة مارشال اللي عملتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء أوروبا. هكذا بنوه، بس الاسم ده مش اسم يعني اسم لازم نتوقف عنده، بس في وقت لاحق. خلاصته الآن أنه بموجبه يجب أن نمد السعودية تكنولوجيا، وبدأوا في الإجراءات واجتماعات مستمرة. وزي ما كشف التقرير أن لغاية 12 فبراير الجاري كانت شركة IP3 مجتمع مع الرئيس الأمريكي عشان تناقش صفقة السعودية ضمن أمور أخرى. طبعا الأمور دي بالنسبة للكونجرس أمور مرفوضة إلى عدة اعتبارات. رقم واحد، أنه بيع تكنولوجيا نووية للسعودية أمر مرفوض لعدة أمور. أولا، السعودية تكاهر برغبتها في اقتناء سلاح نووي أو تكنولوجيا نووية، تكنولوجيا عسكرية نووية. اثنين، أنه هذه الدولة منذ أن تم الكشف عن مقتل جمال خاشقجي واتهام ولي العهد بالضلوع في المسألة، وهم بيشنوا حملة شديدة جدا على السعودية ومقاطعتها حتى على مستويات الدنيا، يعني في المعاملات البسيطة، فما بلنا احنا بنتكلم على إمدادها بسلاح نووي. هكذا يقول المعارضين للفكرة. الأمر الثالث، أنه أن السعودية مش بس بتعلن شفهاة، هي رفضة التوقيع على التخلي شرط، أو الشرط اللي بيسموه الشرط الذهبي في التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وبالتالي يبقى هي عندها النية مبيتة. الأمر الرابع، أنه الأسماء اللي تورطت في عملية الوساطة أو إقناع الضغط على الرئيس الأمريكي ببيع التكنولوجيا هي أسماء يعني تحت الشبهات، تحت مستوى الشبهات. يعني مثلا مايكل فلين ده اللي هو جنرال أمريكي سابق وتقاعد، عمل شركة سنة 2014 على اتصال بكل الجهات، يعني على اتصال مثلا بالروس، هو بيتحكم دلوقتي بصلته بالروس، علاقات مشبوهة بالمخابرات الروسية. كمان كان متعاقد مع الحكومة التركية عشان يعمل لها عملية لوبينج والدفاع عن مصالحها، ومتهم بأنه كان بيمهد لعملية اختطاف لفتح الله جولن اللي هو رجل الدين أو الخصم الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعاقد مع الحكومة التركية في 2016. الأخطر من كده أنه كمان رغم أنه هو كان في تضارب مصالح وكان مستشار أمن القومي، ومع ذلك هو بيعمل عملية التنسيق لمصالح عدد كبير جدا من الشركات اللي عاوزة تستفيد من صفقة ضخمة جدا مع المملكة العربية السعودية، 100 مليار من السعودية وحدها على مدار 25 سنة، فما بالكم بباقي الأسواق. حتى هنا آدي الهدف السعودي، وده موقف الرئيس الأمريكي. ليه هو كان بيدعمها سرا؟ لأنه هو شايف أن ده هيفيد، وهو على المستوى الشخصي هيفيد الشركات، هيفيد السوق الأمريكي، ومقتنع أنه هيقطع الطريق على منافسين آخرين، وأي الاعتبارات الأخرى ما كانتش مهمة قوي بالنسبة له.
الحقيقة هيسفر عن إيه؟ إحنا محتاجين ننتظر الأيام القليلة القادمة، لكن بينما إحنا بننتظر الواضح جدا أن السعودية تسعى وتسعى بجدية للحصول على سلاح نووي. مدى قدرتها على النجاح يتوقف على أمور كثيرة جدا. كان في قصة منتشرة يعني زمان أنه زعيم عربي راح لماو تسي تونغ الزعيم الصيني وقال لماو أن إحنا عاوزين نشتري القنبلة النووية، فرد عليه أن القنبلة النووية لا تشترى ولكن تصنع. ودي كانت مثل قصة إذا كانت حقيقية أو غير حقيقية بأنه القنبلة النووية ما هياش مثلا صفقة طيران ولا دبابات ولا أجهزة حاسب آلي، دي مسألة خطيرة جدا لا يمكن شرائها. لكن الواضح أن الأمور تغيرت، وأن مع تغير الظروف ومع الضغوط الاقتصادية الشديدة أصبحت فكرة شراء السلاح النووي أو التكنولوجيا النووية قائمة، رغم كل المحاولات. أصل في طيارين في أمريكا، طيار مطمئن تماما أنه السعودية لن تمثل أي خطر لسنين لعشرات السنين حتى لو أتيحت لها التكنولوجيا النووية، والسبب أنه بيقولوا أنه إزاي دولة زي ما فريد زكريا كان بيقول دولة ما تقدرش تصنع سيارة، يبقى إزاي أنا هتصنع قنبلة نووية؟ القنبلة دي عاوزة قاعدة علمية ضخمة جدا غير متوفرة للسعودية، فما تقلقوش. وفي طيار تاني وكنا أشرنا له قبل كده في حلقة اسمها القنبلة النووية العربية، بيقول احذروا أنتم مستخفين بالمسألة، السعودية ما عندهاش قاعدة علمية كبيرة، بس لاحظوا أنه باكستان ما كانتش عندها قاعدة علمية عظيمة جدا أفضل من اللي موجودة في السعودية، ولكن بالنهاية هي تمكنت بقاعدة علمية معقولة محدودة بأنها تطور قنبلة نووية، وما كانتش لا بتصنع سيارات وما زالت حتى الآن لا تصنع لسيارات ولا غير سيارات. فكون أنه دولة ما عندهاش قاعدة علمية كبيرة لا يمنعها إذا توفر الطموح والمال والإصرار والقدرة على مجابهة الضغوط الدولية أنها ممكن تطور تكنولوجيا عسكرية نووية. إيه اللي هتعمله السعودية؟ علينا أن ننتظر ونرى. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.